السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ناديه كامل، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك البولتي المقلي المقرمش من بره وطري وجميل من جوه. هنعمله بخلطه كده ان شاء الله هتعجبكم قوي، هتخلي طعمه جميل جدا. وهنعمل معاه رز صياديه بالبصل. يلا نبقى ندخل نشوف عملناه ازاي. كده ده عندي سمك بولتي، دول ثلاثة. انت طبعا هتجيبي العدد اللي انت عايزاه. انا بنقي السمكية، اولا الغشاشة بتبقى حمراء من هنا وعينيها بتبقى بتلمع كده وبيبقى لونها وردي وبيبقى القشر جامد ماسك فيها، مش واقع. دي كده تبقى سمكية طازة. بجيبها بنضفها كده، بشيل كل الحاجات اللي جوه، هنا بيبقى فيه طبقة سودة كده بشيلها، وبشيل القشر بالسكينة وبغسلها. وبعدين بحطها في شويه ميه، بعصر فيهم ليمونيه وشويه ملح صغيرين، بسيبها كده ربع ساعه علشان الزفاره بتاعتها تروح. وبعمل لها شقين من هنا كده، لو السمك كبير زي ده بعمل لها شقين كده وشقين كده علشان التتبيله تدخل في اللحم بتاع السمك وما يبقاش دلع. وعندي بقى الخلطه بتاعتنا، انا مش هعمل له خلطه سايله، مش هعمل اللي هو الطريقه التقليديه اللي هو توم بندقه كده بيبقى حتت سليمه مع الفلفل وبنحشيها. احنا اصلا لما بنيجي بقى نقل السمك كل التوم اللي هنا بيقع وبيتحرق في الطاسه، فاحنا ايه، هنعمل خلطه سايله شويه. انا عندي كده خلاط احط فيه دي، ده كده قرن فلفل حامي، لو مش عايزه حامي حط فلفل رومي، ده حوالي 6 فصوص توم، ودي نص بصلايه صغيره احطهم كده في الخلاط. وهحط عليهم دي معلقه صغيره مليانه كزبره، معلقه صغيره مليانه كمون، معلقه صغيره ملح، برضو هحطهم عليهم. ودولت معلقتين ليمون، هي ليمونايه يعني عصرتها، عملت معلقتين عليهم معلقتين خل. ثوم كده، وبحط شويه شي يعني شويه ميه صغيرين كده حوالي نص كوبايه بحيث الخلاط يمشي. هجرب لو الخلاط ما مشاش هزود حبه تاني. كده الخلطه بتاعتنا خلصت. هنمسك بقى السمك كده، هنمسك الخلطه دي كده ندخلها كده في النغشيش في الفتحات دي. الخلطه دي سايله فاللحم بتاع السمك هيشربها على طول. هسيبها كده بقى ايه، انا كده متبلها من كل حته، هروح بقى احطها في التلاجه كده، هغطيها واحطها في التلاجه ساعه، نص ساعه على الوش ده. وبعد كده اروح ماسكاه السمك قلبها على الناحيه التانيه كده، واروح حاطه بقيه التتبيله عليها. وبعد ساعه ان شاء الله نيجي بقى. كده السمك بتاعنا بقاله ساعة في التلاجة اتبل. وهنا بقى جبنا دي كوباية دقيق، ودي معلقتين نشا، ودي نص معلقة صغيرة كركم. هقلبهم على بعض كده النشا عشان تخلي السمك يبقى مقرمش. وهنا دي طاقة فيها زيت غزير، انا موطية العين بس هو الزيت لازم يبقى سخن، بس توطي العين علشان الزيت، علشان السمك كبير فيستوي من جوه. وهنا دي حلة حطيت فيها بصلايه قطعتها حتت صغيره، وحطيت فيها ماده دهنيه، وهفضل اقلب فيها كده لغايه ما تحمر شويه علشان انا هعمل رز بني اللي هو رز الصياديه مع السمك. كده ايه، قلبنا كده الدقيق مع النشا. هنمسك بقى السمك نحطه كده في الدقيق والنشا،
هديلك نشيل ده من هنا شويه عشان هو ايه سخن. نغلفه بالدقيق كويس قوي. وبعد كده المية دي كده البصلات بتاعتنا احمرت، احط عليها دي نص معلقه صغيره كركم، بتدي للرز شكل حلو قوي. والبصلايه عايزاها يعني تبقى كده يعني غامقه، يعني بني غامق كده. احط بقى عليها ايه، انا هعمل 3 كوبايات رز، فهحط عليها 3 كوبايات ميه، كل كوبايه رز كوبايه ميه. وبعد كده لما بسيبها تتشرب بشوف، اذا لقيت الرز ده عايز حبه ميه تاني بحط له حبه، عشان الرز في رز بيشرب ميه اكتر من الرز. احط كده ايه الميه واسيبها بقى تغلي كده، اغطيها واسيبها تغلي. لما تغلي نبقى نحط الرز. هنا بقى ايه بالنسبه للسمك، السمك انا تبلته عملتهم بدرتهم بالدقيق والنشا وسبتهم 5 دقائق، فالسمك شرب الدقيق اللي عليه. قمت عاملاهم مبدراهم مره تانية عشان عايزه طبقه الدقيق اللي عليه تبقى كتيره شويه، علشان هنزلها بقى ايه في بقيه الخلطه دي، الخلطه اللي هي فاضله من التتبيله اهي. هحط عليها شويه ميه صغيرين كده، حاطه لهم حبه ملح صغننين، هتبلهم كده الخبطهم عليها كده. وبعد كده امسك بقى ايه دي كده، انا مديها مرتين نشا بدقيق، مره وبعدين سبتها شويه وبعد كده رجعت عملتها تاني، احطها في الخلطه دي كده عشان كده ايه الدقيق الزياده هينزل هنا في الميه دي، والاول ما احطها في الزيت هيفضل نضيف مش هيسود، وبعد كده ايه السمكيه ذاتها هتطلع مقرمشه. اصفيها كده من الميه كويس واروح حطها ايه، احطها في اعمل سمكيه علشان ايه يطلع حلو يعني مقرمش وكده، بلاش اي املى الطاسه زيت علشان ايه الزيت ما يبردش مره واحده. دقيقه كده وبعد كده هقلب دقيقتين وبعدين هقلبها على الناحيه الثانيه، وبعدين لما نقلبها بقى ان شاء الله هنرجع. كده انا قليت سمكتين، حط الثالثه برده بنفس الطريقه، بغطسها كده في الميه وبعدين بمسكها كده عشان الميه اللي فاتت تصفى، بعد كده نحطها في الزيت. مش بقلبها غير لما الاقيها من تحت كده، ارفعها من هنا كده اشوفها، اول ما الاقيها من تحت اتحمرت بقت بني اروح قلبها على الناحيه الثانيه، مش بعملها كده اقلبها كذا مره لا، عشان السمك ما يتهراش من هنا. كده السمك بتاعنا كله كده اتحمر. كده الرز بتاعنا الميه كده غلت، نروح حاطين نحط بقى الرز، رز غسلان اللي حطاه في مصفى متصفي، هقلبه كده بقى، هظبط الملح بتاعه، واول ما يبتدي يغلي هروح مغطيه عليه العين واحط تحتيه شياط، وبعد كده ربع ساعه ونقلبه. اذا لقيناه محتاج ميه نحط له شويه ميه تاني، عشان مش كل الرز زي بعض، هي المفروض الكوبايه ليها كوبايه ميه بس، في رز بيشرب اكتر. بس كده والاكله بتاعتنا خلصت، الرز خلاص خلص، والسمك ان شاء الله هتلاقوه طعمه جميل جدا ومش شارب زيت خالص. انا حطيته وطلعته من النار، حطيته على مناديل ورق، ولما صفى الزيت اللي فيه خالص حطيناه هنا، وحطيت عليه كده كام طرنشات طماطم وشويه جرجير كده، وده ليمون عشان لو حد عايز يعصر علينا هون. بس كده، ويا ريت بقى الوصفه تكون عجبتكم، ولو الوصفه عجبتكم يا ريت بقى ايه تعملوا لايك للفيديو وتشجعوني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي حاجه جديده بنزلها، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.